أنا رازين جسمي، عمري 7 سنوات، من ولاية القصي. مرحبا، سوف نصنع اليوم طبقة تونسية، وهي أكلة لذيذة من التراث التونسي. أولا نحضر العجين والخبز ونقسمه إلى أقراص، ثم نحضر الخليط المتمثلة في الشحم الأبيض المطبوخ، بعد إضافة التوابل اللازمة له، ثم نضع قطعة الأولى من الخبز ونفرد فوقها بعضا من الحشو، ثم نضيف الخبز الآخر ونطبخه في الإناء الفخاري، وهو ما يسمى بالطاجين، لتصبح بهذا الشكل. أنا رزين.